دائما صيادلة المغرب يحتكمون القوانين اللي هي جاري بها العمل والتي تؤطر مهنة ديال الصيدلة على العموم. فبالفعل يعني كان هناك واحد القرار ديال السحب ديال نوع واحد من شركة واحدة رقم تسلسلي واحد ان سول نيميرو دلو ديال اون سول سوسيتي. هذا القرار ديال السحب ديال هذا الرقم ديال التسلسلي ديال هذه الكشوفات رغم انه تعسفي وبدون اي مبرر ويعطي يعني الفرصه لانتعاش السوق السوداء على حساب جيب المواطن، فاحنا احترمنا هذاك القرار ديال السحب. القانون ديال 84-12 والقانون 08-11 اللي كيأطروا المعدات الطبية ولي غياكتيف إن فيترو، هادو كيعطيو الحق للصيدلي في صرف أي معد طبي حاصل على شهادة التسجيل من طرف وزارة الصحة فقط. هذا هو الشرط الوحيد، ما كاينش هناك في القانون ما كيتكلمش على ترخيص ولا غير ترخيص، شهادة التسجيل فقط. فاحنا ككونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قمنا بحث الصيادلة على توفير الكشوفات الأخرى يعني اللي ما معنياش بالقرار ديال السحب في الصيدليات بتأتمينة جد معقولة وتتماشى والقدرة الشرائية ديال المواطن المغربي. بالفعل بداو الصيادلة كيصرفوهم لأنهم حاصلين على شهادة التسجيل، وهاد شهادة التسجيل ما كتكلم على حتى شي استثناء داخل الصيدليات. الثمن ديال هاد الكشوفات هذه نظرا لأنه كاين هناك عدة أنواع وعدة شركات التي تستورد هاد الكشوفات، فالأثمنة فهي يتراوح بيعها في الصيدليات ما بين 100 درهم و 150 درهم، وهذا يعني كنعتبره احنا كصيادلة وكجمعية حماية المستهلكين ايضا كنعتبرهم بانه تتماشى والقدرة الشرائية من جهة. علاش؟ لانه مواطن مغربي واحد عنده عائلة مكونة من 5 ديال الاشخاص، الى هذا المواطن المغربي واحد فيهم تقاس لا قدر الله بالكوفيد 19 خاص الخمسة الاخرين يديروا الكشف، إلا مشاو للمختبر غادي يديروه بواحد 3000 درهم بهم بخمسة، في حين إلا مشات الصيدلية غيتقام عليهم بهم بخمسة بين 500 درهم و 750 درهم. تنقولوا للمواطن المغربي وتنوروا الرأي العام الوطني بأنه الصيادلة لم يخرقوا القانون بل يحترمون القانون بحذافره من جهة. من جهة أخرى يعني منظمة الصحة العالمية كتوصي بتكثيف الكشوفات في جميع الدول. هذا ما قمنا به نحن داخل الصيدليات، لأنه عندنا في المغرب مدن كبرى لا تتوفر ولو على مختبر واحد للكشف ديال الكوفيد 19، وحنا نتواجد حيث لا تتواجد وزارة الصحة، نتواجد حتى في المناطق النائية. إذن قربنا من المواطن المغربي هذه الكشوفات بثمن جد معقول. هنا كنقولوا للمواطن المغربي الا حس بشويه ديال الاعراض، اليوم الاعراض راه معروفه عند الكل، الا حس بشويه ديال الاعراض ديال الكوفيد 19 يمشي، ما يقولش راه ضاربني البرد او لا فيا الزكام او لا هذا، لان ما يمكنلوش يفرق بين الزكام وبين الكوفيد، فهمتي؟ دونك يمشي يدير اي حاجه، يمشي يدير لو تيست ديالو باش يعرف راسو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان لا قدر الله بوزيتيف يلتجئ للطبيب ديالو باش ياخذ الوصفه الطبيه ويقتني الادويه ديالو ويمشي يدير الحجر الصحي باش ما ياديش ناس واحد اخرين.